السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ودائما مع الجديد ديال بيم. بالنسبه لهذا الفيديو غادي تلقاو فيه اخر تخفيضات بيم على المواد الغذائيه، واللي صورت لكم فيها غير المواد الاساسيه اللي عليها تخفيض. كاين شي منتوجات بالاسمنه الاصليه تاعها. المهم هذا العرض بدا من نهار 3 فبراير، يعني هاد الجمعه اللي دازت، وغادي يبقى حتى لنا في هذه الكميه، وكاين في جميع محلات بيم في جميع المدن. لأول مرة كيشوف القناة كنتمنى الانضمام لها بالاشتراك مع تفعيل الجرس باش يبقى يوصلك دائما الجديد، وشكرا.